لكن مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سولو الناس على قناتكم شوف تيفي. سؤال حلقه اليوم اللي نزلنا نسولو المواطنين وخصوصا الرجال، الى مراتك غوتت على قدام والديك او والديها، اشنو غدير وكيفاش غتصرف وشنو هي رده الفعل ديالك؟ اجي نشوفوا الاجوبه ورجعوا لكم. ما تنظنش مترابي مربيه ما تقدرش تغوت عليا، حتى حدا حتى ملي نكون بوحدي ما بوحدنا ما تغوتش، فهمتي؟ حدا والدينا عاد اكثر ايام الى غوتات عليا ما غاديش تعجبني الحال، غاديش نهضر معها هذيك الساعه، ولكن حتى نكون انا وياها عاد غنهضر معها، غادي نغوت عليها ضروري، غادي نغوت عليها، ولكن وصوت رفع من صوتها هي، بقاش ما تغوتيش عليا قدام والديك ووالديا، سيرتي كارب اسرتها. انا غندخل من منطلق انني انا كشخص، لا منطلق انني كانسان شرقي كذا، اي منطلق ما غنتقبلش ان قدر بينه وبينها امور كدوز. انا غنتكلم على واحد الحاله اللي وقعت لي فيها، غوتت عليا قدام كذا انفجرت، كل كلمه بختها، ولكن ما تجاوز الحدود، لا ما تقبل، لا حسب الحاله كيفاش، لان انا دابا القضيه راه حس الوضعيه ديال هذه الحاله هي عرفتي كتحكم، انك واحد سبني وضربني وندوزها، ولكن الوضعيه اللي غتحكم لي امتى؟ ولا كانت فيها حقره ما غنتقبلهاش، الا كانت الامور المسامح كريم وندير فيها قول الرسول قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الحاله شنو كيكون فيها؟ والكاظمين الغيظ انك تسمح والعافين عن الناس كتعفو عليه، والغافين عن الناس والله يحب المحسنين انك تحسن ليه، انك دير شي حاجه، انك دار الشرط جازي بالخير. الحاله الوضعيه اللي غتحكم، انني كانسان الحكره ما نقبلهاش. غنصبر حمز مرات هذيك ما نقدرش نتخاصم معها، غنصبر شويه ونجلس ساعه بالاخرى حتى تبرد عاود ثاني ونرجع. غنطلقها حيت ما كاينش الحشيره. ما كاينش الحشيره، ولكن خاصنا نعرفوا علاش غوتات. اذا كنت غلط انا غنحضر راسي حيت انا اللي غلط، اما الا جات وغوتات طلاق. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، كما شفتوا بان الاجوبه كانت مختلفه، فبعض الرجال قالوا بانهم يقدروا يوصلوا للطلاق، وبعض الرجال قالوا بانه ممكن في هذيك اللحظه انه يغضب عليها ويقدر يجاوبها بنفس الطريقه، وكاين بعض الرجال قالوا بانهم ممكن يتفادوا هذيك اللحظه ويبدلوا بساعه اخرى. وصلنا الى نهايه الحلقه هذه، شكرا لكم.